الشمس تسأل من الباري من أين تأمرني أن أطلع، من مطلعي أم من مغربي؟ هذا شاهد على أن الأمر الإلهي أمر تشريعي مو أمر تكويني، وأن للشمس صلاحية الطاعة، باختيارها تطيع، يأمرها المولى فتطيع، كما أن الإنسان يأمره المولى فيطيع وربما عصى. ولكن الشمس حينما تسأل من الباري عز وجل أن يأمرها في أن تطلع من مطلعها أو من مغربها، هذا يشير إلى حقيقة جدا هامة، الحقيقة أن الشمس تنتظر الظهور المبارك، لأن متى تطلع الشمس من المغرب؟ من العلائم الحتمية للظهور المبارك طلوع الشمس من المغرب. فالشمس تسأل الباري عز وجل، لاحظوا في كل يومها حينما تريد تطلع الشمس، في كل يوم تسأل الباري بعد سجودها تأمرني أن أطلع من مطلعي أو من مغربي. إذن الشمس عالمة بهذه الحقيقة، وأن من علائم الظهور المبارك طلوع الشمس ستؤمر فتطلع من المغرب. فالشمس إذن في حالة انتظار دائم للظهور المبارك. وإذا كانت الشمس وهي الأصل في الوجودات التكوينية في هذا الكون هي في حالة انتظار، إذن كل الموجودات هي في حالة انتظار، لا فرق بين الشمس وبين القمر وبين الأرض وبين الحجر وبين الشجر، الكل ينتظر الفرج وينتظر الظهور المبارك.